نحن الآن في القسم الرابع من المقابلة مع السيد عبد العزيز جبر الشباني من قرية حتى، وكنا في نهاية القسم الثالث من المقابلة قد وصلنا إلى سؤال عن الموروث الاجتماعي من حالات الزواج، الوفاة، الولادة، وكان السيد عبد العزيز جبر يتحدث وبشيء من التفصيل حول هذه الجوانب التي تتعلق بالموروث الاجتماعي، وسنعطيه الفرصة لاستكمال ما يريد الحديث عنه في إطار نفس السؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا إلى ما كنا قد تحدثنا به حول هذا الموروث الاجتماعي الديني الذي هو الزواج، حيث أن الزواج هو سنة من سنن ديننا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم شجع على الزواج، وكان في القرية يسمع الناس من العلماء خطبة الجمعة الدروس: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك كان الزواج فيما أذكر، يعني إضافة إلى ما كنا قد ذكرنا، في سن مبكر من حيث الشباب ومن حيث الفتيات. يعني أذكر بعض وقائع الزواج، كان الشاب يتزوج ابن 16 سنة، وكانت الفتاة تتزوج بنت 14 سنة، فكان الناس يعني يحاولون أن يحفظوا أبناءهم في سن مبكر في مثل هذه الوقائع من حيث الزواج المبكر. المهور كانت ميسرة، قد تكون مالا بحدود 50 جنيه فلسطيني، وقد تكون أرضا، قطعة أرض يعطيها من أراد الزواج إلى خطيبته وإلى زوجته كمهر لها. هذا يعني ما أذكره في هذا المجال. الاحتفالات كانت بسيطة، يدعو الناس إلى العرس، كان في أغاني شعبية قد نمر عليها بعد قليل. الحقيقة السامر كانوا يعني يسمروا الاختيارية، والسامر كلمة سمر يسمر هي من اللغة العربية أيضا، فكان السامر عبارة عن يعني أغاني أو أهاديك أو زجل معين، يقف الزجال ويتكلم ساعة أو ساعتين ويرد عليه بعضهم إلى آخره. كانت الحقيقة حيوية، وكانت يعني مسلية جدا، وكان أهل البلد كلهم يجتمعون في مثل هذه الأحفال. نعم. بحالات الوفاة، هل ممكن أن تصف لنا كيف كان أهل القرية يؤازرون بعضهم؟ الوفيات الحقيقة كانت في القرية يعني قليلة، سبحان الله، مع أنه ما كان في أطباء وفي ما كان في أمراض كثيرة مثل اليوم، يعني نسمع بأمراض ما كنا نسمع فيها من قبل. كانت الوفيات كما قلنا قليلة، وكان الناس يجتمعون، أهل البلد كلهم يجتمعون ليخرجوا الجنازة وليعزوا أهل المتوفى. وطبعا عندنا ما هو أيضا مأخوذ من موروثنا العقائدي الديني، أنه يدعى أهل الميت إلى طعام. العشيرة المتوفى منها تدعى عند عشيرة أخرى، ويكون هناك في تبادل، فإذا العشيرة هذه توفي منها تأتي العشيرة الأخرى فتدعو إلى طعام، ويأتي العشرات من العشيرة ليتناولوا الطعام عند العشيرة الأخرى، فإذا صار عند العشيرة الأخرى أيضا وفاة، يكون التبادل في الدعوات. هذه عادة طيبة ومأخوذة من ديننا،
حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي عمه جعفر ابن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، فصارت الحقيقة سنة وتصنع مرة واحدة. يعني بعض الناس بيدعوا أكثر من مرة، لكن في بلدنا أنا بتذكر يدعى الناس مرة واحدة لا غيرها. أي نعم. أستاذ عبد العزيز جبر، هل تسعفك الذاكرة في ذكر بعض الأشعار أو الزجل أو الأقوال أو الموروث الشعبي هذا الذي كان يردد في مناسبات الأفراح والأتراح؟ والله الكلام حسب نوعية الردع، يعني أنا أذكر كانوا يفتتحوا الزجل تبعهم، الزجال هذا يفتتحوا بالصلاة على النبي، يا ناس صلوا على نبينا ومحمد هادينا إلى آخره من الكلام الطيب، ويمدحوا مثلا العريس، يمدحوا أهل العريس كذلك، الناس هذول عشيرتهم كذا، مثل ما كان بالأشعار القديمة كان يعني يمدحوا بعضهم. فكان إذا مدح الشاعر عائلة حاول الناس أن يتزوجوا منها وأن يتقربوا منها، مثل كان بنو أنف الناقة قديما يقال أنه هذه عائلة يعني ملهاش قيمة، فلم يقربهم أحد، فجاء الشاعر ومدح العشيرة فصارت يعني الناس كلها تخطب بناتهم إلى آخره. في أغاني كانوا الشباب يغنوها بالدبكة، يعني مثل الآن يقول من فوق البلكون لرمي لك حالي وانت السبايب في اللي يجرالي، ويقولوا سوق عن سوق الفلوجي، سوق الفلوجي بحر المجامع عليه الصبايا نجوم تتلامع، وهذا يعني بعض الأشياء اللي كانوا يقولوها. وأنا الحقيقة لست من الذين يحفظون مثل هذه الأغاني، لأن لكل بضاعة تجار. نعم. تقريبا نحن الآن في نهاية القسم الأول من الأسئلة التي تتحدث عن التراث، عن تاريخ قريتكم حتى سأختم هذا القسم الأول بسؤال ولو في عودة مرة أخرى لبعض التفاصيل. نعم. عن الحبوب والمحاصيل التي كانت تنتج، بمعنى المنتوج المحصول عندكم في حتى. نعم. أين كنتم تطحنوا؟ بمعنى هل كان هناك مطحنة في القرية؟ جيد. وأيضا الزيتون، هل كان لديكم معصرة أم أين كنتم تعصرون الزيتون؟ سؤال جيد. الحقيقة بلدنا ما كان فيها أشجار الزيتون. نعم. كان فيها بعض أشجار الفاكهة كالعنب والتين والرمان، فيها يزرعوا خضار بعلية أيضا مثل البامية والبندورة إلى آخره، لكن أشهر ما كان يزرع في بلدنا القمح والشعير والذرة، الذرة البيضاء كانت فيها يعني بلدنا مساحات حوالي 5000 دونم، إذا قلت لك منها 4500 دونم كانت تزرع بالقمح والشعير، ولكن كانت تغل. ليش؟ لأنه كانت الأمطار غزيرة والأرض طيبة، أرض بلدنا أرضها جيدة، يعني إحنا عندنا في قطعة أرض كانت 20 دونم تعمل 30-40 شوال قمح، من القمح الممتاز، الذرة كذلك. فكان الناس يعني طبعا اللي عنده فائض يبيعوا بسوق الفلوج، يبيعوا حتى للناس اللي ما عندهم أرض، في ناس في بلدنا ما عندهم أراضي كانوا يشتغلوا عمال، فيأتي بالفلوس ويشتري بالصاع. نعم. وإحنا كنا يعني والدي رحمة الله عليه كان من تجار الحبوب، بتذكر عندنا مخزن كان يعني في قليل كانت تصير قحط ومحل في البلاد. أنا أذكر فقط سنة 1946 خفت الأمطار فصار عندنا قحط، والحقيقة صار غلاء في الأسعار،
وصاروا يجيبوا حبوب من الخارج لا تصلح حتى لطعام الحيوانات، كانت قليلة جدا يعني وسيئة النوعية. وأما بقية السنوات لا أذكر إلا أنها كانت غلال وممتازة. وسنة 48 عندما خرجنا الغلال ظلت بآبارها وبمطاميرها وبمخازنها وبالمحلاتها، وجاء العدو اليهودي وأخذ الأرض وأخذ البلاد. وأذكر أن ناس كانوا ينزلوا من غزة ومن الخليل ليلا ويحملوا دوابهم من الآبار هذه بتاعت القمح والشعير والذرة إلى آخره. المطحنة اللي كانت في القرية أم كنت؟ أما المطحنة التي كنا نطحن، وأنا الحقيقة أذكر أنني كنت مع أنه صغر سني، كنت يمكن ب13 14 سنة، كان والدي يعتمد علي، فكنا نحط شوالي القمح على الدابة وأمشي وراها وأخذ القمح لوين؟ لمطحنة كانت في كرتية، قرية كرتية تبعد عن بلدنا كيلومتر فقط، وكان فيها بابور طحين وعليه واحد اسمه عطية المصري، مصري أذكر أنه أصل الرجل هذا مصري، شايف كيف؟ وكان هو المختص في إدارة، كان يسموه إيش اللي بيشغل البابور؟ ميكانيست، ميكانيست يعني بدل ميكانيكي في السيارة ميكانيزم، ميكانيست تبع البابور. كان في الفانوجي أيضا بوابير طحين اثنين، واحد منهم بأذكر كان لعبد الرحمن صالح وهو من شيوخ الفانوجي رحمة الله عليه، كان لهم هذا البابور، وكنا مرات أروح على الفانوجي ومرات أروح على الكراتية، إذا خلف بابور كراتية أروح على الفانوجي لأنه الكراتية أقرب لنا، فهذه أذكرها. الآن سننتقل إلى القسم الثاني من الأسئلة في هذه المقابلة، وسأبدأ بالسؤال التالي. أذكر لنا تاريخ الهجوم الذي تعرضت له قريتك حتى ولو إلى أقرب تاريخ يعني بالشهر. والله إيه، أنا أذكر أنه كان الشهر اللي هجمت بلدنا فيه في الصيف بشهر رمضان، وأول هجوم كان عبارة عن مناورة، دخل يمكن قطعة أو قطعتين، كان تراكتور، والتراكتور هذا مر من خارج البلد جنب الوادي، فصاروا الناس يطلقوا النار عليه. لما صاروا يطلقوا النار عليه طبعا هم عرفوا قديش يعني النار اللي بتنطلق، شو أهمية أو شو الأسلحة اللي يقلق، فكأنها كانت عبارة عن اختبار. بعد ليلة أو ليلتين صار هجوم على حتى الناس اللي كانوا يدافعوا كانوا بالحارة الشرقية، كان معهم أسلحة فردية، البارود الإنجليزية هذه اللي بتطلع طلقة طلقة، بعض السكنات، رشاشة صغيرة للتطهير هذه بيستعملوها. فدخل اليهود القرية وانسحب المسلحين. كان عندنا مجموعة متطوعين من خارج حتى، لكنهم أيضا انسحبوا ولم يستطيعوا الدفاع عن البلد، فدخلها اليهود ومشوا في شوارعها والناس خرجت، وأنا من الذين خرجوا، وجلسنا ليلتها بالمعسكر اللي هو المطار بين الفانوجي وبين حتى في تلك الليلة. نعم، سنأتي لبعض التفاصيل في أسئلة قادمة. أيضا اذكر لنا المكان الذي كنت تتواجد فيه عند بدء الهجوم. احنا كنا في بيتنا، كنا نتناول طعام السحور، أنا أذكرها تماما. لما كنا نتناول طعام السحور يعني أكلنا شيء وحملنا شيء معنا، عندما وجدنا أن الهجوم يعني مستمر وخرجنا من القرية ودخل اليهود في تلك الليلة، ولكنهم انسحبوا منها. وأذكر أنهم أخذوا أسيرا من القرية من الحارة الشرقية اسمه توفيق أحمد الحاج جمعة،
غانم من دار غانم. نعم، هذا الرجل أخذوه وقعد مدة عندهم يمكن 6 أشهر وأعادوا. ماذا كان عملك في تلك الفترة؟ أنا كنت طالب. طالب. كنت طالبا في مدرسة الفالوجي، خلصت الصف السابع ودخلنا الأول الثانوي، وما كملناش الأول الثانوي الحقيقة، وخرجنا من البلد بشهر يمكن الله أعلم شهر 8. نعم. ممكن أن تتحدث لنا ولو بشيء من التفصيل، كيف واجهت قريتك أو بلدتك، قريتك اللي هي حتى العدوان الإسرائيلي، وتوصف لنا حالة المدافعين عن القرية؟ ما كان الحقيقة الوضع يعني في جيش نظامي يدافع، كان عبارة عن مسلحين، وقد تكون الذخيرة قديمة، وقد تكون الأسلحة أيضا من النوع اللي جابوه من صحراء مصر، الصحراء الغربية اللي بعد ما صار الهجوم الحلفاء على الألمان ظلت أسلحة كثيرة فكانت مدفونة بالرمال. أجل بلدنا مجموعة منها، وكانوا مرات يطلق الطلقة فتنكسر وتخرب البندقية. الذخيرة قديمة إيطالية، بعض البنادق أنا أذكر كانت عند والدي بندقية اسمها عثماني، يعني عثمانية، شايف كيف؟ وكان يخرط لها الذخيرة من فشك الإنجليزي، الذخيرة الإنجليزية يخرطها على المخرطة مشان تيجي على البندقية. فكان الوضع يعني، مع أنه الإنجليز وزعوا 10 بنادق على بلدنا، أعطونا 10 بنادق اسمها صواري، صواري إنجليزي، وكل بندقية يمكن معها 100 طلقة، وهذه بس مشان يعني شكلا، لكن كانوا يعطوا اليهود الأسلحة والذخائر الكافية. فطبعا هذه الدفاعات ما كانت كافية، المتطوعين كان عددهم قليل. الجيش المصري وين كان؟ كان في الفالوجي، كان يعني في الخط الثاني، هو مستعد يضرب مدفعية يساند، لكن أين القوة التي تستطيع أن توقف هجوم مثل الهجوم المنظم اللي بدر مدرعات وغيره وغيراته؟ هل تذكر بعض الحوادث التي جرت أثناء احتلال قريتك، سواء عشتها أو علمت بها؟ والله شوف، يعني صارت مجزرة حتى وإن كانت لا تذكر هذه المجزرة. كنا احنا قد خرجنا من حتى في ذلك الهجوم اللي ذكرته أنا الآن. نعم. وسكننا عند أقارب إنا في الفالوجي، وقاعدين احنا، صار الهجوم مرة ثانية على المسلحين في حتى، واستطاعوا أنهم يخترقوا القوة اللي موجودة في حتى، ثم دخلوا مطار الفالوجي، الجيش البريطاني، مطار الجيش البريطاني اللي بين الفالوجي وحتى. فكان مجموعة من أهل حتى حوالي 8 أو 9 موجودين بخندق من الخنادق، انسحبوا أمام الهجوم الإسرائيلي وقعدوا في الخندق وبينتظروا مشان يتسحروا، معهم مي، معهم ساعة مشان يعرفوا الوقت مشان يصلوا، وكلهم شيوخ يعني 50-60 سنة الواحد منهم. فجاءت مدرعة لليهود ووقعت في الخندق قريبا من هؤلاء الشيوخ، فالشيوخ طبعا ظلوا جالسين. جاء اليهود، خرجوا من المدرعة ومسكوا هؤلاء الشيوخ وصفوهم صفا واحدا وأطلقوا عليهم النار كلهم، فقتلوهم إلا واحدا. هذا الواحد تظاهر أنه مات ولكنه كان حي، فلما انصرف اليهود ودخلوا كرديا، قام هذا الرجل وجاء خبر في الفالوجي أنه في فلان وفلان وفلان، أستطيع أن أذكر منهم بعض الأسماء، منهم الشيخ عبد الرحمن رشيد جمعة، منهم محمد الشامي غزاوي أبو العبد، منهم عبد الرحمن متولي الربيعي، منهم واحد من أقاربنا اسمه خميس حسين عيد شبانه، منهم واحد اسمه عبد الفتاح حسين جمعة، منهم واحد اسمه محمد محمود عليان. أذكر 6 يعني 7 من هؤلاء
واحد كان حتى قطروز عند واحد في بلدنا اسمه الشربيني، لا أذكر اسم هذا القطروز، لكن أيضا وجد بين الشهداء. في نفس السياق، لكن هذا سيكون السؤال الأخير في هذا القسم من المقابلة، هل تذكر أيضا حوادث تم فيها تقديم مساعدة لقوات الاحتلال، يعني من الجيش البريطاني أو من غيره في الهجوم على خريطكم؟ والله أنا أذكر ذلك. الحقيقة كان في حصار، كان في حصار لمجموعة دبابات ومدرعات إسرائيلية حاصروها في منطقة العروب، في منطقة المستعمرة اللي موجودة هناك، لا أذكر اسمها، المستعمرة اللي عند العروب، كفار عسيون. نعم. فذهبت نجدة من الإنجليز، النجدة هذه، ووقفت عند حدود الفالوجي، الأهل الفالوجي منعوها. نعم. وصار بينهم رماية قوية في الليل، وما مكنوهم من نجدة اليهود اللي موجودين هناك. ثم جاءتهم نجدة كما أذكر من مكان آخر من الإنجليز، ولولا نجدات الإنجليز لكان المسلحين الفلسطينيين ما مكنوا اليهود أن يحتلوا أي شبر من أرض فلسطين. سنتوقف الآن لاستراحة قصيرة، وسنعود إن شاء الله في القسم الخامس. إن شاء الله.